معايا سيادة البشمهندس ياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ياسر بيه، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور معتز، اهلا بيك واهلا بالساده يا المشاهدين. مرحبا يا فندم، سعيد بمداخلتي معاك وسعيد بالبرنامج بتاعك الجميل. الله يكرمك يا فندم. ياسر بيه، احنا سمعنا النهارده ارقام يعني مبشره جدا ومبهجه جدا فيما يتعلق بملف التشغيل، وان تمام. المشروعات المتوسطه والصغيره حققت طفره في الفتره اللي فاتت، وبقى عندنا 5 مليون وظيفه. سياده دوله رئيس الوزراء قال ان احنا خلقناهم، او الدوله المصريه يعني خلقتهم خلال الخمس خلال 6 سنين اللي فاتت. حضرتك ممكن توضح لنا اكتر ايه اللي حصل؟ يعني دي انا كراجل درست اقتصاد شويه، يعني حاسس ان دي معجزه ان انت تعمل 6 مليون وظيفه 5 مليون وظيفه في 6 سنين، ده رقم مش قليل ابدا يعني. والله في الحقيقة بقى اهتمام الدولة في الفترة اللي فاتت دي، انت عارف الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة جدا، وكانت مرت بيها مصر بظروف كتيرة جدا، ومنذ تولي السيد رئيس الجمهورية وكانت الرؤية بتاعته واضحة وتشجيعه كبير جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أول قرار ليه كان سنة 2016، وده التمهيد للطفرة اللي حصلت في الوظائف والمهن اللي كانت موجودة، ان هو ادى للمشروعات الصغيره اولويه في القروض للبنوك، واداهم حوالي 200 مليار جنيه بنسبه فايده 5% متناقص. دي كانت بدايه المبادره بتاعت السيد رئيس الجمهوريه سنه 2016، وتلاها بعد كده مؤتمرات الشباب وتشجيعه لان الدوله تتبنى الملف ده، وبعد كده حصل ان الدوله انشات جهاز تنميه المشروعات الصغيره المتوسطه، وكمان ادت فرصة كبيرة جدا في المجمعات في المناطق الصناعية لإقامة مجمعات خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت ادى طلع قرار مهم جدا وبدأ دلوقتي حاليا تنفيذه، يعني ادى الولاية للمناطق الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، وادها فرصة لتنفيذ قرار كان مهم جدا اللي هي الرخصة بالإخطار، بمعنى أنه بيشجع القطاع الخاص على أن هو يبدأ يدفع يطلع للنور، لأن طول ما هو تحت السلم ومش شايفاه الدولة بيتهرب والعمالة بتاعته بتقل، ما يقدرش ياخد قرض، ما يقدرش يتطور، فبالتالي في جزء كبير جدا من الفرص اللي حصلت دي بسبب قوانين وقرارات طلعت في ال4 سنين اللي فاتوا دولت، ادت فرصة للقطاع الخاص الصغير أنه يكبر وينمي من نفسه ويزيد الوظائف اللي فيه. أول حاجة في احنا كنا في فترة 2011 القطاع الخاص كله تحول من قطاع نسبة كبيرة كان متجهة للصناعة إلى التجارة. كانت سهلة وإنك تستورد حاجة من بره وتبيعها، وبدأت الدولة تهتم بالحتة دي وبدأت تشدد شوية على الحاجات دي وبدأت تشجع عن طريق القروض وعن طريق الصناعات وعن طريق الصناعة. النهارده في اكتر من 13 مجمع صناعي لصناعات خاصه الصناعات الصغيره المتوسطه منتشر على مستوى الجمهوريه وخصوصا في محافظات الصعيد. في 8 مجمعات انطرحهم حاليا للجمهور وتقدم لهم الناس، وجاري فحص الطلبات بتاعتهم. وزارات زي وزاره الاستثمار وزاره التموين وزارات كتيره جدا كان عندها بعض الاراضي والقطع الفاضيه بدات تهتم بيها وبدات تطرحها للمستثمرين، يعني مش وزارة الصناعة بس لوحدها، لا في كذا وزارة بدأت تندمج معاها وبدأت تخش وزارة التنمية المحلية، في تطور كبير جدا في الملف ده. لكن الـ طبعا الشخص اللي هو المستمع العادي بيقول ايه، طب انا يعني عندي 4 ولاد او عندي 5 ولاد واغلبهم انت عارف التعليم في الحكومة دلوقتي يعني شبه صفر، عندنا تخمة، عندنا عدد كبير، يعني الحكومة لو في مثلا نقول مثلا انا ما اعرفش الارقام بتاعت الحكومه اللي 6 مليون تقريبا 6 مليون لما تيجي تبص لوزاره التنميه الاداريه او التخطيط بتقول لا احنا عايزين منهم النص بالظبط. طب يعني معناها في هنوقف التعيينات، طب الناس اللي هي وعندنا، انت كنت بتتكلم قبل المداخله بتاعتي في ملف مهم اللي هي الزياده السكانيه، طب الزياده السكانيه اللي عندنا اللي بتزيد دي بالنسب الكبيره دي هنوظف الناس دي في ايه؟ صحيح في ايه؟ بالتوازي مع وزاره التعليم التربية والتعليم بدأ فيها قسم اسمه التعليم الفني وبدأت انه يهتموا بيها شوية، بدأت الشركات نفسها الشركات الخاصة بتشجعها او الدولة بتشجعها لان اقامت المدارس المتخصصة في شركات كبيرة مصرية معروفة بالاسم، عملت مصانع في صناعات معينة زي صناعة الذهب اتعملت لها يعني مدرسة متخصصة
بالصناعة دي. في الحقيقة يعني خطوات كبيرة كبيرة تم، بس انت عارف تطور الدول ما بتحسبش الأيام أو السنين، يعني بياخد فترة شوية تمهيد الدولة كمان في الطرق والكباري والحاجات اللي بتتعمل دي كتير. تسهيلا هيساعد نعم. هيبدأ يساعد، تبدأ الأثار بتاعته تبان، بس مش في شهر وشهرين وفي ست شهور، لا بتاخد وقت شوية. يعني خليني قرارات كتيرة جدا. أشكر سيادتك سيادة الباشمهندس ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هي